بتتفكك. تخيلوا بقى ان الملاك بيقول العذراء كده حسب النبوة في المزمور: انسي آدم بيت أبوكي وانسي شعبك، لأنك انت يا بنت يا جميلة هتبقي ملكة السماء، انت هتبقي أم الله. ارتباطك النهاردة مش بآدم وشعبك، هيبقى ارتباطك بالملك. الملك اشتهى حسنك، والملك هو ربك. اظن مفيش وضوح اكتر من كده. جاي يخطبك عشان تكوني ام الله. طبعا دخل الملاك وبشرها وقال لها: مباركة انت في النساء. وقال لها: سلام لك ايتها ايه الممتلئة نعمة. شمعنا العذراء مريم هي البنت في كل نساء العالم في كل الاجيال التي اختارها الله. بنقول في التسبحة: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. فما فيش من يشبه العذراء. عشان كده احنا بنرفض الترجمة اللي بتقول سلام لك أيتها المنعم عليها. منعم عليها معناها بنت عادي جدا زي أي حد، ربنا أنعم عليها أنها تكون أم الله. لا، الممتلئة نعمة. في القبطي الحان الشمامسة طول الوقت يقولوا شيرثي اسمه انهموت، او باليوناني شيركي خريطو ماني، معناها مفعمة نعمة. عشان انت مليانة نعمة ربنا اختارك، ولما اختارك عمل ايه؟ زادك نعمة فوق نعمة.